الحمد لله. قال إمام، قال في مسند أحمد رحمه الله، وما زلنا مع، قال افتتاح مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال في مسند أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا ابن أبي نجيح، قال سألت طاووسا رحمه الله ورحمة الله عليهم. قال بيقول بتقول أمه حماية دمشق تقول لسه ما زال 57 58 57 فين؟ في البخاري؟ ها؟ في البخاري؟ عادي في البخاري. نعم سيدي، هو تقصد في البخاري، وانا كنت اظن هذا، لكني لا احنا خلصنا كلها. خلاص ماشي، خلصنا الحمد لله. قال رحمه الله: حدثنا عفان، وقال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا ابن ابي نجيح، قال سألت طاووسا عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فقال ليطعم قبضة من طعام، قال فلقيت مجاهدا رحمه الله فسألته وذكرت له قول طاووس رحمه الله، فقال رحمه الله: رحم الله أبا عبد الرحمن، أما بلغه قول سعد بن مالك؟ قال: رمينا الجمار، أو قال الجمرة، في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، ومنا من قال رميت بثمان، ومنا من قال رميت بتسع. قال: فلم يروا بذلك بأسا. يعني هنا المسألة على رمي الجمار، وسعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وسعد بن مالك بن أهيب بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أبو إسحاق الزهري رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قديما 77 وابن 19 سنة، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد من الستة الشورى أيضا، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان سديد الرمي في شديده، ولذلك كان سلم فداه بوالديه، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. شهد بدر أنه أحد، وجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. وجعل الله فتح المدائن على يديه، ودخل إيوان كسرى فصلى فيه صلاة الفتح 8 ركعات، وفتح عامة تلك البلاد، هو الذي كوف الكوفة، وكانت وفاته بقصر العقيق قرب المدينة، فحمل إلى مسجد المدينة فصلي عليه، فصلى عليه فيه مروان الحكم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة 51. سبحان رب العظيم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. هنا الحديث في رمي الجمار، فكان طاووس يقول له وسأل أنه لو رمى 6 جمرات، والرمي 7 كما كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم 7 جمرات، رمى 6 جمرات، قال فليتصدق بقبضة طعام. فمجاهد يقول: ذكرت له قول طاووس أنه قال يتصدق، قال رحمه الله ابن عبد الرحمن أنا بلغه قول سعد بن سعد بن مالك، وهو قول الصاحب هنا بأنه قال: رمينا الجمار أو الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال رميت بست، ومنا من قال رميت بسبع، ومنا من قال رميت بثمان، فقالوا: لم يروا بأسا. المعنى أنه قال لا إطعام ولا شيء، والأمر في ذلك واسع، وإن كان الأصل أنه لابد أن نرمي 7 كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم 7، وقال: خذوا عني مناسككم، لكن لو كان نسيانا ونسي واحدة الأولى له أن يتصدق حتى يطمئن قلبه. قال رحمه الله: حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 3 من ولد سعد، عن سعد رضي الله عنه ورحمة الله عليهم جميعا، عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل عليه يعوده وهو مريض وهو بمكة، فقال: يا رسول الله، قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فادعو الله أن يشفيني. قال: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد. فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وليس لي وارث إلا ابنه، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: أفأوصي بنصفه؟ قال: لا. قال: أفأوصي بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن نفقتك من مالك لك صدقة، وإن نفقتك على عيالك لك صدقة، وإن نفقتك على أهلك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بعيش، أو قال بخير، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. يعني هذا حديث عظيم جدا، أيضا فيها حسن خلق المسلم ونبل أخلاق المسلم، يعود أصحابه، وفيها فضل عيادة المريض، وعيادة المريض قد تكون واجبة كما قال الظهري، لأن حق المسلم على المسلم أن يعوده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، من عاد مريضا أو زار أخلاه في الله، نادى منادى من السماء أن طبت وطابت من شاك وتبوأت من الجنة منزلة. وأيضا قال: من عاد مريضا وكل الله 70,000 ملك،
يستغفرون له من الصباح حتى يمسي أو من المساء حتى يصبح ولا يزال في خرف الجنة. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان سعد يخشى على نفسه أن يموت بمكة وهو قد هاجر، وهي أرض المهاجر منها، فخشى على نفسه بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال لعله يطول بك الزمان فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين على فتح المدائن وما حدث أنه كوى في الكوفة. وقال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة يرثى له أنه مات بمكة وسيدفن بمكة، ودي دلالة أنه لا يجوز نقل الميت في مكانه الذي مات فيه. فقال له يعني أترى ما أنا فيه، أفتصدق مالي؟ قال لا. قال تصدق بشطري؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ولذلك ابن عباس قال لو غدى الناس عن الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال نفقتك بمالك لك صدقة، نفقتك على عيالك لك صدقة، نفقتك أو نفقتك على أهلك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بعيش يعني لا تكفر الناس يكون أغنياء خير من صاريخ، خير من أن تدعهم يتكففون الناس. السلام عليكم وبركاته أستاذ فوزي، هذا صاحب طبعا أنت فوق الرأس على صد أنت تاج رأس كمان وكيف فيها الفضل أن تتركهم لا يتكففون الناس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا أبو كير بن مسمار عن عامر بن سعد أن أخاه عمر رحمة الله عليهم جميعا انطلق إلى سعد رضي الله عنه في غنم له خارجا من المدينة، فلما رآه سعد رضي الله عنه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. قال فلما أتاه قال يا أبتي أرضيت أن تكون عربيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ قال فضرب سعد صدر عمر رضي الله عنهما وقال أسكت، إني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. هنا في هذا الباب يعني تعلمون كانوا يتزحمون الستة الشورى، وكان سعد بن أبي وقاص من الستة الشورى، وانطلق سعد بن أبي وقاص في غنم له خارجا من المدينة إلى قصره بالعقيق يجلس ليس له شأن بالناس لا يريد ذلك. فقام عمر بن فجاء عمر بن سعد قال ما بك أرضيت أن تكون عربيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك؟ فضرب سعد في صدر عمر وقال اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. وأسناده قوي على شرط مسلم. وهنا شوف التقي الذي اتقى الله جل في علاه، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والكف عن محرمات الله جل في علاه يخشى عقاب الله على نور من الله جل في علاه. وهو غني أغناه الله جل في علاه، تقي غني. فهو الغني استغنى بالله عن الناس، مع الغني هنا الممدوح هو الذي استغنى بالله عن الناس. الخفي لأنه الرياء، قال أنا نشاء عن شرك، فمن عمل أشرك فيه مع غير تركت وشرك، وهو أسلم لقلبه وأسلم لدينه وأسلم لنيته أن يكون وحده، أن يكون خفيا بين الناس لا يمدح لا يشار له بالبنان، وهذا الأتقى والأورع. ولذلك سعد تركهم جميعا وذهب إلى قصره في العقيق، أو ذهب إلى 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 غنمه وجلس وانفرد عن الناس. قال جلس وانفرد عن الناس. الفوائد المستنبطة: التقوى من جهة، الإخلاص أنفع شيء للإنسان عند ربي جل في علاه، والرياء أعظم من قلبه. الثلث والثلث كثير، الاقتصاد في الصدقة لأنها أفضلها أن تكون عن ظهر غنى. فعل الصحابة حجة. الإسناد الأول إسناد ضعيف من القطاع مجاهد لمسلم سعد، وابن تركماني في الجوار النقيط قال ابن الفطان لا أعلم من جهة سماع من سعد، وقال التحويش حيث منقطع لا يثبت أهل الإسناد، لا يثبت أهل الإسناد مثله، ورقم جيد أنه لم يستمر العمل به لأنه مساح الاختلاف في الرواة عن ابن أمن يجيح. فقال فقد رواه الحجاج بن أرطاء عن مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان. طبعا النقصان لابد أن يأتي بها أو يتصدق. والإسناد الثاني إسناد صحيح، أروح للدرقي والبخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة والبيهقي. والإسناد الثالث إسناد قوي على شرط مسلم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.